اليوم خروجنا نوصل رساله لكل العالم وللشعب العراقي خصوصا. انا بالنسبه هاي الطبقه السياسيه بعد ما تعنيني ولا تهمني، لان صار لنا من 2011 انا معارض للعمليه السياسيه من بدايتها. اليوم رسالتنا للشعب العراقي اخواني الاعزاء، اليوم الحقوق تؤخذ تنتزع، تطلع مع شبابك وشيابك ونسائك. هاي الرساله لازم توصل. واحنا بالنسبه اليوم خروجنا مو على مود الدولار اخي العزيز، هاي الدولار شغله مصطنعه، يصعد الدولار ينزل الدولار، هاي سياسه الهاء من قبل حكومه الاحزاب وتمرير مخططاتها واجنداتها. وقفه احتجاجيه، يعني مو تظاهره انما وقفه، خصوصا يعني ارتفاع اسعار الدولار، والناس يعني ضررت من هذا ارتفاع اسعار الدولار، وكل شيء يعني صعد، المواد الغذائيه صعدت، يعني والفقير بهاي الحاله الضرر كلش الضرر يعني.